أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. غادي نهتم من خلالها اليوم بعالم المقاولة، هذا العالم هذا اللي خصنا نعطيوه اهتمام كبير نظرا للدور ديالو في إنعاش الاقتصاد الوطني، وكذلك النفع اللي كيرجع فيه على الأفراد وحتى على المجتمع بأكمله. فاليوم غادي نهضروا على واحد الحاجة اللي عندها علاقة بالمهارات ديال الإنسان، خاصة الناس اللي كيبغيو يقوموا بمشاريع ويدخلوا لهذا المجال ديال المقاولة سواء كانت صغيرة أو لا كبيرة. ونهضروا بالضبط على مخطط المهارات، شنو هو هذا المخطط ديال المهارات، كيفاش ممكن انني نعاب بهذا الموضوع هذا، وكيفاش ننجز واحد المخطط ديال المهارات. هذا الموضوع هذا غادي نشوفوه مع اخصائيه في المجال ديال المقاوله، السيده هدى بوعرير. صباح الخير لاله هدى. صباح الخير لاله عزيزه، مرحبا بك في هذا الموسم الجديد ديال البرنامج كيف الحال، اللي غادي نواصلوا فيه دائما يعني مواضيعنا اللي كنتمنوا انها تساهم في الرفع من الوعي وكذلك التعريف بعدد من المجالات اللي كلها تترجع بالنفع على الناس، وهذا هو الهدف ديال البرنامج. الوغ مخطط المهارات لاله هدى، غير لمحنا له في بعض الحلقات اللي كنا تكلمنا عليها في الموسم اللي داز. حنا تنعرفوا مثلا لي بلان دو كارير، واحد الانسان كيدير واحد المخطط يعني للعمل ديالو، مخططات من نوع اخر ديال المخطط ديال البيع، ديال بزاف ديال الحوايج، ولكن مخطط المهارات اللي عنده علاقه بالمهارات الذاتيه، واش ما تيخصش ان الانسان بعدا يعاب بهذيك المهارات ديالو هي الاولى باش يقدر يدير لها واحد التخطيط، وشنو هو هذا المخطط هذا؟ الفعل العزيزه، هو مخطط المهارات المقاولتيه هو واحد الحاجه اللي كما قلتي اننا كنشوفوا مثلا واحد الانسان ملي كيبغي يبدل الخدمه، كنهضروا على لو بلان دو كومبيتونس، دونك كنهضروا عليه في مجالات اخرين. المقاوله كتبقى واحد المجال، ملي كنبغيو نمشيو في المقاوله ما كنهضروش بزاف على هذا الشيء، وعند بالنا انه راه صافي عندي فكره عندي المشروع، عندي المهارات، عندي المهارات اللي خصني، وصافي. ولا كاع اللي كيقول لك انا ما خصنيش مهارات، ولا ما كيكونش واعي ان كاينين مهارات اللي غادي خصني نخدم عليهم واللي غادي تعاونني انني ننجح المشروع ديالي. دونك كاين ما يسمى بدفتر ولا مخطط المهارات المقاولتيه، هذا واحد المخطط اللي كيديروا الانسان حامل المشروع، كوسوسوا كان احسن حبه لو كان قبل ما يدير المقاوله ديالو، ويمكن لك انك ديري حتى وانت في المقاوله، يعني ما من الناس اللي عندهم انشطه مدره للدخل يمكن لها في اي مرحله من مراحل المشروع انها توقف وتعاود دير هذاك مخطط المهارات المقاولتيه. شنو هو هذا مخطط المهارات المقاولتيه؟ هذا كما تنقول واحد الحاجه اللي كتبين لي الطريق مزيان اللي انا غادي نمشي فيها. نعم. نرجعوا نقولوا ان المقاوله هي واحد المسار، ياك واحد المسار اللي كيخوض فيه المقاول، مقاول نقطه ا وكندير واحد الهدف فين غادي نوصل يعني. بالفعل. دونك باش نبدا بواحد النقطه نوصل لواحد النقطه كيخصو بزاف الحوايج، داكشي علاش هاد الدفتر ولا هاد المخطط ديال المهارات المقاولتيه كيعاون الانسان انه كيعرف وقتاش غادي يخصو يبدا ديجا. يعني كاين الانسان اللي فاش كيديروا كيقول راه غنبدا من هنا 6 شهور، غنبدا دابا، راني مستعد دابا نبدا، لا راه خصني واحد بزاف الحوايج عاد نبدا. دونك كيعرفنا كيحدد لنا ديجا وقتاش غادي نبداو وكيفاش غادي نبداو، وكيحاول انه كيبين لنا الوجهه كلها كامله ولا الصوره الكامله اللي حنا كنكونوا كنهضروا بها ولا اللي كنكونوا كنتخيلوها. دونك هاد الدفتر وهذا المخطط حيت مسال الدفتر غترجعي لي ليها، ملي كنقولوا مخطط تنتكلموا بشكل هو مبهم هكا، يعني الانسان كيكون داير مخطط ماشي ضروري مكتوب. ياك حتى مساله الدفتر مهمه، يعني راه مكتوب فوالا، يعني مهمه وما كتطلبش شي حاجه اللي ما يمكنش الانسان يتوفر عليها بسهوله. بالفعل. دونك هو كيما علاش كشي كنقول انا دفتر، يعني باش الناس تعرف ان راه شي حاجه اللي غادي نكتبها، واحد وقفه مع الذات اللي خصني نجلس ونصوب هذا المخطط اللي كنقسموه حنا لثلاثه الحوايج اللي هما ضروريه. الحاجه الاولى هي القصه الشخصيه ديال هذاك المقاول. غادي نشرح اكثر. يا مثلا انا ولا واحد السيده ربت بيت بغات دير واحد المشروع مدير للدخل، ياك دونك عندها واحد القصه، هذيك القصه تقدر تكون انها كانت خدمات قبل، هذيك الخدامه اللي كانت خدمت فيهم قبل تعلمت بزاف الحوايج، يعني شنو نجاحات ديالها، شنو الحوايج. بالفعل. شنو الحوايج، يعني المسار ديالها هي القصه الشخصيه ديالها، شنو الحوايج اللي خدات منها، وشنو هما الحوايج اللي يمكن لها انها تستغلهم في المشروع ديالها. يعني كنقول واحد الانسان دار واحد التجربه مهنيه ديال 4 سنين ولا 5 سنين، دونك في القصه الحياه ديالو تيقول وراه هذيك التجربه غتمكنني وغتعاونني واكتسبت منها واحد المهارات. كاين الحاجه الثانيه هي الشخصيه ديال الانسان، الشخصيه المقاول. غادي تجي واحد الحلقه باش نتكلموا على شخصيه المقاول والاهميه ديالها. بالفعل. وهذه كما قلنا واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، شخصيه المقاول، ان واحد الانسان ما كنحشم، كنتعصب دغيا، ما عنديش الخاطر بزاف، هادو بزاف الحوايج بزاف الناس كتسمح في بزاف المشاريع وما كتكملش بزاف المشاريع، لان كيقول لك انا الشخصيه ديالي ما يمكنليش. ومني كنهضروا على الشخصيه كنهضروا على القيم ديال الانسان، لي فالور،
يعني هذيك الشخصيه كنحدد كنقول شنو الشخصيه ديالي انا، وكنحط شنو الحاجه اللي كتبان لي ايجابيه وشنو الحاجه اللي كتبان لي سلبيه، لان الدور ديال هذا المخطط ديال المهارات المقاولاتيه هو انه يعطيني نقاط الضعف ونقاط القوه وشنو الحوايج اللي خصني نخدم عليهم باش يمكن لي انني نخوض هذا غمار المقاوله. داكشي علاش حنا كنقولوا راه مهم مخطط. الوغ واش اي واحد ممكن يدير هذا المخطط هذا ولا تيخص الاستعانه مثلا باخصائي؟ هو حبذا لو كانت الاستعانه باخصائي. علاش؟ لان الانسان ما كيكونش عارف شنو هما هذه المهارات، ما كيكونش عارف كيفاش بعدا يصوبوا كيفاش يديروا. ولكن كما تنقولوا حنا في هذا العصر ولات المعلومه متاحه. نعم. يكفي ان الانسان يقيد سميتو هكا بلان دو كومبيتونس اونتربرونيال ولا مخطط المهارات بالفعل. وكاينين اخصائيين اللي يمكن لهم انهم، وكاينين يعني بزاف لي زورغانيزم ديال الدوله اللي هي مجانيه اللي يمكن ان الانسان يستعن بهم ويمشي عندهم ويديروا معاه بحال مثلا لانابيك، بحال مثلا لي زاسوسياسيون الجمعيات المهنيه اللي الدور ديالها هو زعما لا بروموسيون ديال المقاوله. راه تيديروا هذا الشيء كامل، غير هو الانسان خصو يكون عارف. علاش لاله عزيزه؟ لان هذا المخطط واحد الحاجه مهمه بزاف. علاش؟ هضرنا على الشخصيه، هضرنا على القصه الشخصيه ديال الانسان، وهضرنا على لا بيرسوناليتي فيه، وفي واحد لو فولي الثالث ديالو اللي هو المشروع. وهذا غنتفكرك شويه بالبيزنس بلان اللي كنا هضرنا عليه، يعني فين باغي نبيع، لمن باغي نبيع، يعني دوك لي كيستيون كاملين. مي هذا المخطط كيخليني شنو انني كندير واحد بلان داكسيون، ولا شنو هما الخطوات اللي غايجيو، حيت هو اللي كيعطيني المسار اللي غادي نمشي فيه من بعد. راه دابا غادي نبدا واحد التكوين، عاد غادي نوصل لحاجه اخرى. واش المخطط كيتغير مثلا، يعني كيتطور بتطور مثلا هذيك لابتيفيتي او النشاط ديال المقاول؟ بالفعل. بحال دابا ملي غادي نكونوا واحد الانسان مبتدئ، واحد الانسان اللي عنده ليكسبيريونس ديال عامين، واحد الانسان اللي عنده ليكسبيريونس تاع 10 سنين، هذاك المخطط واش كيتبدل اولا تيبقى ديما مرتبط به؟ لا، ما كاين حتى شي حاجه في المقاوله كتبقى ديما كيما بدينا النهار الاول. علاش؟ لان كنهضروا ديما على ثلاثه الحوايج، دي زيفينمون اكستيريور، بزاف الحوايج اللي يمكن بحال مثلا دابا الجائحه ديال كوفيد. بزاف الناس عاودت هذا المخطط ديالها، عاودنا بدلنا في بزاف الحوايج. علاش؟ لان كتبقى المقاول كيبقى ديما كيما تنقولوا اليكوت دو مارشي، وكيبقى ديما غادي مع لونفيرونمون كيفاش غادي ذاك الوقيته. دونك ما كايناش شي حاجه مخطط كنديرو مره واحده في المسار ديالي، ماشي حاجه اللي كيمكن لي نبدل فيها ونعاود نديرها. نعم. كل مره حسيت بالحاجه انني نديرها تري بيان. غادي تتاح لينا الفرصه مازال نزيدو نتكلموا على هذا الموضوع هذا، ولكن غنسمعوا لكم اكثر الان. المجال مفتوح لكم مشاهدينا على امواج راديو دوزام بور لي تيمونياج ديالكم، يعني شهادات ديالكم او تجارب اللي تقتسموها معنا، وغادي تكون تدخلات ديال الاخصائيين ديالنا للاجابه على الاسئله ديالكم. دونك من جوج حتى ربعه ياك غادي تراقبي هدى، وغادي تجاوبي على الاسئله وتزيدي معلومات كذلك اللي ما تحتش لنا فرصه اننا نتكلموا عليها. ونتقاسموا مع الناس هذا دونك افكار كثيره غتلقاوها معنا على امواج راديو دوزام من جوج حتى لربعه. الى اللقاء.